اتفضل يا محمد. السلام عليكم شيخ وليد، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله والله. نحبك في الله. أحبك الله يا غالي، نسأل الله الإخلاص. سني من العراق الحمد لله. حياك الله، حيا الله أهل العراق الفضلاء. 40 دقيقة ترى صار لي على الانتظار. إيه؟ 40 دقيقة 40 دقيقة. إيه؟ بالانتظار. انت على الخط بقالك 40 دقيقة؟ معلش سامحني. اي والله سامحنا، ربنا يعزك. لا معلش معلش، والله لي ابيات ليست لي في الحقيقة في مدح السيدة عائشة، وانما لشاعر ليبي والله لا اعرف اسمه، ربنا واتمنى ان القيها بين ايديكم. ابشر فيها الله. تفضل يا اخي تفضل. يا نهر شعري، ما الذي اجراك بعد انقطاع البوح عن مرساك؟ قد كنت أحسب أن كل سفائني غرقا فلن تشدو إلى لقياك، فجرت في أرض الحروف مشاعرا، فمن الذي بعد الغياب دعاك؟ وسقيت من حقل القلوب براعما، لولاك قد ظمئت جوا لولاك. فأجابني قلمي بفيض عواطف، أنا ما كتبت الشعر عن دنياك، أنا قد أتيت لكي أبرئ ذمتي، خذها حروفي كي تنير سماك، لتسطر الأبيات في ذكر الهدى، ولتستجيب لصوت من ناداك. تلك الحصان فيا مكارم غردي فوق السحاب، فمن يغير علاك؟ هي أم كل المؤمنين جميعهم، نص الكتاب فمن سينكر ذاك. رقصت حروف الضاد من مدحي لها في ذكرها، يا ثغر ما أحلاك. ما شاء والله الله. لو خلطت بسيرتها الدجى لتلألأت لتنور الأفلاك. والله لو مزجت بملح بحارنا لشربته عذبا يعطر فاك. كسل سبيلي على فؤاد ضامئ كالعود والريحان عما ذراك. هي قمة الأخلاق في جبل الهدى، يا ناطحا جبل العفاف كفاك. تلك الفقيهة كالثرية في السماء، شتان بين ثرية وثراك. الله طهرها وأنزل سورة، أكفرت بالرحمن حين أتاك؟ والله أعلى شأنها ومقامها، الله برأها وما براك. تلك الحقائق ساطعات، إنها عبر عظام لو ترى عيناك. يا أيها المنبوذ فكر لحظة، صدق الذي هو خاسرا ياسر، يعني ياسر الحبيب، نعم، صدق الذي هو خاسرا سماك. سلمت عواهر لندن من إفككم، وقذفت أم المؤمنين هناك. كم حضن فاجرة تنام قريرة، كم غانج في لندن تهواك. تقضي بها وطرا بدعوى متعة، نصا صريحا قد حوت أتواك. جددتم قول اليهود بمريم، وهل اليهود المفترون سواك؟ فهنا تعاد معالم التاريخ كي يتقمص الأدوار نبح عواك، ولترمي أم المؤمنين بقذفكم، عن عرضها رب الحسين نهاك. يا أيها المأفون فكر برهة، بحبيبة المختار من أغراك؟ ألف من الأعوام والباغون في طعن لها، ما من لها أفاك. نامي بقبرك يا حبيبة أحمد، قمم الجبال فمن يطاول ذاك. يا أيها القرطاس سطر سيرة عن عائش، خضب بها يمناك. انثر ربيعا في خريف غصونهم، اشعل لهم شمع الهدى بسناك. ازرع ورودا في مشات لحقدهم، لن يحصل الباغي سوى الأشواك. الله أكبر. الله، ما شاء الله. الله يبارك فيك شيخ.